شكرا اخ صالح. السؤال على اي ماده؟ تمام. شكرا الاخ الرئيس على الماده 83. انا طبعا احب انوه حق اخوي صالح، يمكن التعبير يمكن ما اسعفه بخصوص احنا ديره مستقره امنيا، وما اعتقد ان الكويت تتاثر بتصريح اي دوله، وانه يهتز كيان الدوله واستقرارها بامنها. مع احترامي وتقديري لكل الدول، انا اعتقد اللحمه الاجتماعيه وكذلك النظام السياسي في الكويت قادر على مواجهه جميع التحديات، وان كانت، وانا ما اختلف وياك اخوي صالح، وبالعكس احنا من تقدمنا في طلب مناقشه الاجراءات الامنيه بالحكومه، ولكن اعتقد احنا في الكويت ولله الحمد لدينا من الخبره السياسيه ولدينا شكراً من القدره الامنيه والتلاحم الاجتماعي لمواجهه هذه الاخطار. وشكرا لاخ الرئيس. السؤال التالي.